ما ينفعش نعمل دايت أثناء فترة الحمل خالص. يعني حتة إن مثلا حد يبقى تبقى الأم أوفر ويت ودخلت خلاص وبقت حامل خلاص نعمل حاجة ننزل في الوزن هتأثر على الجنين. ده صعب، ده صعب. إحنا بنقول تكمل مفيش مشكلة خالص، في أو في زيادة في الوزن بنحاول بقى نظبط بقى الأكل، نوعية الأكل، الحاجات دي كلها. وبعد كده بقى موضوع النزول في الوزن ده نبقى نشوفه بعد الولادة، وممكن كمان بعد فترة معينة من الرضاعة عشان ما يأثرش على الرضاعة طبعا. بالظبط. أما إن إحنا نعمل أي حاجة في نزول وزن أو زيادة في الوزن، إحنا زيادة في الوزن ممكن يحصل زيادة في الوزن لأنه أوريدي أصلا إحنا بنحتاج سعرات حرارية زيادة عن الطبيعي، فإحنا بنشوف الاحتياجات الطبيعية إيه وبنزود عليها حوالي 20%. هو طبعا بيحصل زيادة طبيعية عشان الحجم بتاع الجنين، بس لازم يحصل برضو زيادة للأم لأن هي تاخد السعرات زيادة، ده وضع طبيعي. اما حته الاوفر ويت تنزل في الوزن ده صعب، ويعني مفيش دايت، مفيش دايت في الحمل.